عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. القضية تاع شيخنا عمر بن زاوي للأسف ما تكلمناش فيها وتأخرنا بزاف خوتي، لكن اليوم راني جايب لكم فيديو يطردك خوتي على هذه القضية. غادي تشوفوا باللي كامل الشعب الجزائري من معظم الولايات روحوا بالأمس باش يصلوا صلاة الجمعة في المسجد اللي متواجد فيه هذا الإمام والشيخ عمر بن زاوي، واش يضامنوا معاه في القضية تاعه، لأن كامل الشعب شافوه باللي هو اللي راه مظلوم والناس هذوك هما اللي ظلموه. وأيضا في هذا الفيديو غادي نشوفوا الرد من عند شيخنا عمر بن زاوي على القناة، راكم فاهمين، وعلى هذيك الصحافية اللي كانت تبكي بالدموع، راكم شفتوا واش صرا لها خوتي بعد هذه القضية. بلا ما نطول عليكم، لي لايك البارتاج، تبعوا معنا الفيديو لأن فيديو يستاهل باش تشاهدوه ويستاهل باش تدعموه خوتنا، واللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك يشترك فعل زر الجرس ولي لايك والبارطاج. بلا ما نوصيكم طلعوا لنا الفيديو وخلونا نبداو. بسم الله. دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا، ولو كان كافرا يستجيب الله دعاءه سبحانه وتعالى، طالما انه مظلوم امن يجيب المضطر اذا دعا. فدعوه المظلوم مستجابه، لماذا؟ لانه مقهور، والله سبحانه وتعالى لا يرضى ان يقهر احد. سمعتوا يا اللي ظلمتوا الشيخ عمر بن زاوي وقلتوا عليه بلي كاذب وسارق وكامل، قال لكم دعوة المظلوم حتى ولو كان كافر يستجيب لها الله سبحانه، يعني إذا كان الشيخ مظلوم ربي راه استجب له. وهذا الشعب اللي راكم تشوفوا فيهم الآن جاوا على خاطر هذا الشيخ عمر بن زاوي من معظم الولايات باش يبينوا بلي راهم واقفين معاه ويتضامنوا معاه. زيدوا تبعوا. والمظلوم يدعو طول الليل حسبي الله ونعم الوكيل، يا ويل الظالم يا ويل الظالم، الظالم إن نمت قرير العين فإن عين المظلوم لم تنم، وديننا يمنعنا حتى من ظلم الكافر. في الحديث الصحيح اللي يرويه الإمام أحمد في المسند دعوة المظلوم مستجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عند أحمد ولو كان كافرا، لو يدعي عليك كافر مظلوم استجيبت دعوته، كيف بمسلم وكيف بإنسان ضعيف، بزوجة بولد بخادم بإنسان تقويت عليه. اتقوا الله فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. الحمد لله يا ربي لبلادنا مازال فيها رجال، راكم تشوفوا يعني كامل هادو الشعب جاوا من معظم الولايات باش يصلوا في هذا المسجد اللي راه موجود فيه الشيخ عمر بن زاوي، حضروا معاه صلاة الجمعة، صلوا معاه صلاة الجمعة، وأيضا خوتي خرجوا معاه وقبلوه وبينوا باللي راهم واقفين معاه وراهم متضامنين معاه. زيدوا تبعوا. كما شفتوا خوتي هذا هو الشيخ عمر بن زاوي خوتي، وراكم تشوفوا هذا الشعب الجزائري خوتي اللي جاوا من معظم ولايات خوتي وجاوا لسطيف باش يحضروا صلاة الجمعة مع الإمام والشيخ عمر بن زاوي. وبعد ما انتهت صلاة الجمعة توجهوا ليه مباشرة، قعدوا يعنقوا فيه ويسلموا عليه خوتي، وأيضا بينوا باللي راهم واقفين معاه، يعني راه مظلوم ووقفوا معاه، كل ما شافوش باللي راه مظلوم هو اللي راه ظالم ما يجوش كامل ويوقفوا معاه. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا، غادي نشوفوا الرد من عند الشيخ والامام عمر بن زاوي على القناه وعلى الصحفيه. لي لايك وتبعوا. ماشي صار انت ولايه سطيف عندها 800 مسجد. اسمح لي، عندها 800 مسجد والرخصه تاع جماعه بعض سنين فيها الولي، وكي نكملوا نلقوا مليار و100 900 مليار و200. الامام لم مليار وده، ومن بعد ولت لم 450. هذا السيد في قناه النهار وتقوله او يقول لميت انا 450 مليون وديتها له. طيب باش ما نخدش، انا هنا
أنا الإمام عمر بن زاوي مسجد بدر حي حيوي سطيف، أتحدى 58 ولاية. قداش كاين ولاية في الجزائر؟ 58 ولاية، وزيد لهم أهل الغربة. ما كانش بالتحدي هذا يا جماعة. اللي جاب دوره لهذه المرأة ولا الطفلة هذه 450 مليون ولا 100 مليون ولا 60 مليون ولا 10 مليون. أنا نتحدى فيكم كامل 58 ولاية. أنا نقول لكم ما كانش يا أخي التحدي. قادر واحد يقول أني مديت لك طالب 100 مليون للطفلة هذا. يا جماعة راني على المباشر ولا مش على المباشر؟ راني على المباشر. أولا نقول حسبي الله ونعم الوكيل بوحده. ثانيا يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم راني نتحدى في 58 ولاية، مش تحدي نتاع قوة، تحدي نتاع إثبات. المهم سمعتوا الكلمة الأولى، قال لكم حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة راكم عارفين شنو تعني. الحاجة الثانية قال لكم أنا راني باغي نبين الحق هذا مكان، ما رانيش نبين بلي أنا واعر وكامل، لا. وقال لهم راني نتحدى في 58 ولاية، يعني ما رانيش نتحدى في الشعب ولا في الولايات، لا، راه يقول الناس اللي جات وصدقت على هذه العائلة لازم تبين روحها وتقول أنا بلي مديت. راه يتحدى فيكم وبينوا روحكم وعلى المباشر زيدوا تبعوا. اذا كان يا جماعه واحد مد 450 مليون المخلوقه هذه يتفضل في ولايه وهرم، في ولايه عنابه، الجزائر، سطيف، متليلي، 58 ولايه، فليتفضل راني واجد ينوض ولا يدير تصريح ولا يروح القناه من القنوات. هاني هنا بشحمي ولحمي ودمي لازلت حيا. ما كانش قدام يا جماعه وقف. هكذا هاولاني قدامكم انا عمر بن زاوي الامام مسجد بدر نتحدى هذا الانسان اللي نقول له حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ورغم ذلك رغم السب والشتم اللي تلقيته من هذا الشخص بقيت نسعى. علاش؟ قلت انا ما نشوفش الاب هذا. هذا قبل ما تجي الحصه تاع البارح. وهكذا وتهديدات وبيا يقول لكم تمدوا لي الصور نحرق روحي وكذا. قلنا احنا هذا زوالي وفقير وهذه بنت مريضه ما نتبعوش هو انا. وشوف الملائكه هذيك اللي سيسالون الله عز وجل يوم القيامه عنها. شوف شو بيها. سمعتوا خوتي؟ يعني قال لكم رغم التهديدات رغم السب ورغم الشتم اللي عند هذا اب الطفله اللي كان بالنسبه لي باغي تهجر بنته، يعني على حسب ما تبعت وفهمت انا تبالي باللي هذا الاب كان باغي تهجر بنته وما صدقت لهش ولا ما على باليش، لذلك روح للقناه تاع النهار ودار هذه القضيه. وحنا كما قال لكم الشيخ ما راناش نقارعوا له هو ولا غيره، رانا نقارعوا لبنته المسكينه هذه المريضه، يعني لازم تتعالج ولازم الشعب يخلونا من هذه القضيه. قضيه راهي بانت باللي الشيخ هو اللي انظلم وهذوك الناس ظلموه. حنا رانا باغيين هذه الطفله تتعالج، لذلك كامل الشعب الجزائري لازم يقفوا مع الطفله، ماشي مع الاب تاعها ولا غيرها. زيدوا تبعوا. القيام يقول لكم انتم علاش تشوفوا بيا؟ شوف هذه الملائكه هذه اللي قدامك باش نبين لكم الخير شحال صعيب. اجماعه اعود واقول راني نتحدى 58 ولايه وراني امامكم من اليوم فصاعدا، من هذه اللحظه يا جماعه اللي مد الفيديو تاعها موجود في قناه النهار. هذاك اذا انت اردت تخدم بنتك ولا تبزنس بنتك مش على حساب الامام، وانا حقي ساتابعه وحق المسجد ساتابعه والطعن في القناه هذه ولا كل، والله لن اترك شيء، لن اتوقف حتى يعود الحق لاهله. وكون جيت ظالم يا جماعه قسما عظما لا اخشى الا الله الواحد القهار. انا نقول لكم يا جماعه حاشا ولله ان ناخذ مال واحد ميت معوق في الدين نتاعو. بصح انك تجي في قناه وتقول الامام داني الاولى مره الاولى جاني قال لك كل ميت لي مليار، ثم من بعد تروح القناه تقول 450 مليون وغدوه ما على باليش واش تقول، الله اعلم. رانا واجدين يا جماعه، راني نتحدى في 58 ولايه. المهم سمعتوا واش راه يتكلم الامام؟ يعني راه يرد على القناه وراه يرد على الاب تاع طفله اللي كذب عليه، يعني قال لهم والله ما راني طالب واحد وحسبنا الله ونعم الوكيل، وكل عليهم ربي. وايضا قال لهم نتبع القضيه حتى يتم كشف كامل المستور، يعني حتى تبين الحقيقه وتبان القناه وتبان يبان هذا شادير وتبان الصحفيه اللي كانت معاه كل شيء يبانوا. انا هذا الامام عمر بن زاوي يعني كل ما نشوفه نشوف من عنده غير الخير. عمري الا شفته دار حاجه ولا سرق ولا كيما راهم يتكلموا. المهم بلا ما نطول عليكم لي لايك وزيدوا تبعوا. 58 ولايه طفله راكم شفتوها، اللي جا واحد منكم وقال لي هو المبلغ الطفله هذه فليقوم الان، والله ما نسامح واحد يوم القيامه. اذا كان انا نقول لكم يا جماعه والله ما نسامح واحد يوم القيامه. اذا كان كلمه الحق وتخبيها ولا تهملها والله ما نسامحكم ولو انا شخصي. لا تاخذكم بالله لومة لائم. تقولش هذا امامنا ونغطيو عليه ومعنا في الخير، تغطي عليا في الدنيا يوم القيامه ما تقدرش تغطي عليا. انا النبي صلى الله عليه وسلم طلع للمنبر، طلع للمنبر النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع
وقال إلي إلي أيها الناس، تلموا الناس، قال خطاب طويل، ثم قال من كنت أخذت له درهما أو دينارا فهذا مالي فليأخذ. برك الدوة ناض واحد من الصحابة قال يا رسول الله أنا نسألك سبع دراهم، نسألك سبع دراهم. فقال للصحابة أما تستحي أتكلم رسول الله في الجمع وهو على المنبر؟ الناس تكلم في النبي تفضح في الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ده ألا إن فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة، ألا إن فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة. أجمع حسبي الله ونعم الوكيل ونوكل عليكم ربي. إذا كان إنسان جاب مال لهذه المرأة وما نضج قال كلمة حق. 58 ولاية وزيد لهم الناس الغربة، وراني في الانتظار وبابي راه مفتوح ولا حشمت مني تروح للقناة هذه ولا غير أيها قناة والصحفية نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، حقنا سنأخذه بإذن الله عز وجل، والقناة سنأخذه حقا بإذن الله، ومن خاف غير من الله الواحد القح. وما شرح نفشله تقول الإمام يفشل والله أبدا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أساس تاعنا بربي صحيح، الجرأة باش تجي في جامع ويوم الجمعة وعندك العالم كله يتفرج فيك وتقول كلمة كما هذه مش سهلة، والله ما يسهل. يقين يقين راني متيقن من نفسي يا حبات رسولي وش راني نقول. المهم كيما شفتوا معنا في هذا الفيديو الرد من عند الإمام والشيخ عمر بن زاوي على هذه القناة وعلى الصحفية وعلى أب هذه الطفلة، يعني هذا الأب اللي قلت لكم أنا بالنسبة لي الله أعلم أنا بانت لي وتقريبا كامل الجزائريين بانت لهم باللي كان حاب يتاجر بنته، بصح حنا ماشي على جاله هو ما نساعدوش بنته كامل، حنا خلونا من هذه القضية، الإمام قال لكم أنا ما غاديش نتخلى على القضية وقال لكم أنا غادي نبين الحق. وصلاحه وحقه لازم تبان الحقيقه وتبان شكون ظلمه وتبان شكون سرق المبلغ هذا وشكون دار هذه القضيه. بصح بالنسبه للطفله لازم يساعدوها ولازم تتعالج هذه الطفله كما قال لكم الامام، لان هذه القضيه اللي صرات غطت على المرض تاع هذه الطفله، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه لهذه القناه ولا الصحفيه ولا كما قلت لكم الاب تاع الطفله اللي كان حاب يتاجر غادي تبان الحكايه تبان، يعني الشعب كامل كما شفتوا راهم متضامنين مع هذا الامام والشيخ عمر بن زاوي، لان شافوه باللي راه على حق وربي بينه باللي هذا راه على حق والاخرين هما ظالمين، والعلم لله، يعني دوك تبان الحقيقه وتبان شكون اللي ظلم وشكون اللي راه ظالم وشكون اللي سرق وشكون اللي دار كل شيء. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا معنا تشوفوا واحد الباين خوتي على هذه القضيه تاع الامام مع القناه هذه. المهم كما راكم تشوفوا المجلس الوطني المستقل للائمه وموظفيه هنا بيان بسم الله الرحمن الرحيم بيان بخصوص التشهير بالأئمة في وسائل الإعلام خوتي، يعني هذا البيان داره المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف خوتي، يعني على الإمام عمر بن زاوي على القضية اللي صارت له مع القناة هذه والتشهير اللي داروه له في مواقع التواصل الاجتماعي. شكون قناة النهار مع الصحفية هذه ومع هذا الأب تاع هذه الطفلة وكامل كامل يتحاسبوا، يعني هذا البيان خرج من عند وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خوتي. زيدوا تبعوا معنا شوفوا واش تكلم وزير الاتصالات تاع الجزائر، تبعوا معنا هنا كيما راكم تشوفوا بعد قضية إمام سطيح وزير الاتصال يأمر بإيقاف بث عدة برامج اجتماعية مؤقتا، يعني وزير الاتصال طلب منهم باش يوقفوا علينا هادو السفاهات اللي راهم يفوتوهم في القنوات الجزائرية. احنا رانا متمنين باللي هادو البرامج ما يفوتهمش علينا، كاين برامج اللي يعاونوا المسكين وكامل وكاين برامج اللي يطلقوهم غير يتفشوا ويكذبوا وينشروا في راكم فاهمين، كيما هذا البرنامج اللي كانوا دايرينه شفتوا واش صرا فيه خوتي، لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم الوزير طلب باش يوقفوا هادو البرامج، ما كانش هادو البرامج مؤقتا، بصح حنا نتمنوا باللي للابد يحبسوا لنا هذا الشكل اللي راهم يديروه، ما راهم يعاونوا ما راهم غير شويه يكذبوا على الناس ويظلموا الناس هذا مكان. وبالنسبه لهذه القضيه تاع عمر بن زاوي يعني هذا الشيخ تاعنا بينت الحقيقه على المباشر، وبالنسبه لهذا الشيخ انا يا كجزائري يعني ما نعرفاش وما شتاش نيشانو كامل، بصح على حسب ما شت عليه شت منه غير الخير هذا مكان، يعني انسان طيب ويتكلم دائما كلمه الخير، ايضا المواقف تاعه سيختو الموقف تاعه ماشي تخوتنا دائما يتكلم عليهم بالخير ويذكرهم دائما في كامل الخطب تاع الجمعه اللي يديرهم، يعني انسان طيب وجاب غير يدير حاجه تاع خير ها ظلموه وقالوا له سرقت
وردوهم ما جسواش كامل، بصح هو واش دار وكل عليهم ربي سبحانه، وربي غادي ينصره لانه هو اللي مظلوم وهما اللي ظلموه. وكما شفتوا في البداية تاع الفيديو تقريبا معظم الشعب الجزائري في معظم الولايات جاوا عنده عنقوه وسلموا عليه وحضروا معاه صلاة الجمعة، وايضا حتى وقفوا معاه وقالوا له رانا معاك، يعني على بالنا بلي راك مظلوم ورانا معاك. المهم شكرا لكامل الناس اللي تبعوا معنا الفيديو حتى هنا، ربي يحفظكم. اعطونا رايكم تعليقات على هذه القضية اللي صارت خوتي، يعني إذا كان هذا الإمام هو اللي ظلم، ولا الأب تاع الطفلة، ولا القناة هذه، راكم فاهمين شكون. المهم كتبوا لنا ذلك في التعليقات، اللي ماش مشترك اشترك وفعل زر الجرس، فعل زر الجرس باش لكم فيديوهات جدد راح نحطهم في القناة، أيضا لي لايك والبارتاج، دعمونا الفيديو طلعوه، وما تنساوش باش توصلوا هذه الرسالة خوتنا، إن شاء الله نتلاقاو في حلقة جديدة، سلام.